الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. امينه ام سهام، مرحبا. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. لاباس عليك. الله يبارك فيك. مرحبا. مباركه لهلي خطيك. علينا وعليكم الصحه والسلامه. اللهم لك نتمنى تكون العروسه ديالنا على خير ان شاء الله. ربي يخليك. الحمد لله. الله يبارك فيك. ما كتمناش. يا ربي امين. مرحبا. تحبك الجنه. غنعطيك سلم. طيب الطريقه ديالك واخا. بلا زبده بلا زيت. اييه. كناخذ 2 كيلو ديال الفول. انا كنحمر غير نص كيلو نص كيلو في كوكوت، ما كنديه كاع للفران. اييه. كنحمرو بشويه على عافيه مهيله، كيجيني داك اللون ديالو بيج. يلاه كي ما كيتحمرش بزاف. يلاه كيجي هو هذاك. اييه فعلا في الكوكوت كيجي مزيان. واخا 2 كيلو ديال الفرس محمر، كيلو ديال الجرجلان مغسول ومنقي ومحمر حتى هو في كوكوت، ما كنخليوش كيتحمر بزاف باش ما يحرقش لينا. اييه. وعندنا كيلو ديال اللوز كنمسحوه كنسلقوه كندير عليه الماء طايب 5 دقائق، كنصفيوه كنديروه في ميكا ونسدو عليه غير شويه، كنحلو كنفسخو. اما كندهنوه بالزيت كنحشيوه في الفران، يا اما كنقليوه في الزيت. اييه. الوحده على حسب اللي بغا. عندنا 3 المعالق ديال القرفه مطحونه ومغربله، وعندنا 2 معالق ديال النافع حتى هو مفهد ومطحون ومغربل، عندنا 2 معالق ديال حبه حلاوه حتى هي منقيه ومفهده ومطحونه، ما كنغسلوهمش هادو، الا غسلناهم كيوليو كحلين. اييه. حتى هو كتكون مغربله. وعندنا 200 غرام ديال السكر كلاصي. اللي بغى يزيد العسل يدير غير 160 غرام ديال السكر كلاصي. واخا. وللتزيين 250 غرام ديال الجرجلان مغسول ومنقي ومحمر كيبقى صاين، و 250 غرام ديال اللوز مسلوق ومنقي ومحمر ومهرمش، كنهرمشو في الماكينه ديال المطيشه باش كيجي تقاده وحده. كنخلطو الدقيق مع الجرجلان صاين ومع اللوز حتى هو محمر وصاين. كنزيدو قرفه، كنزيدو النافع، كنزيدو حبه حلاوه، كنزيدو السكر كلاصي، كنديوه للماكينه على برا كنطحنوه، كيتعلق لينا كيطلق لينا ليدان ديالو داك الزيت ديال الزيت ديال اللوز وديال الجرجلان. وكنجيبوه بعد اللي كنجيبوه للدار كنخليوه حتى كيبرد شويه، وعاد كنزيدو داك الجرجلان اللي محمر صاين كنخلطوه معاه مزيان، وكنزيدو داك اللوز. اييه. اللي هرمشناه صاين وكنخلطوه مزيان، وكنزيدو العسل الا بغينا الحلاوه، كل واحد على حسب اللي بغى، حسب المذاق ديال الحلاوه ديالو. اييه. بغى حلو بزاف راه كيزيد شويه ديال العسل، انا كيجيني هو هذا، كندير غير 160 غرام كيجيني هو هذاك، وكل واحد على حسب الرغبه اللي بغى. صافي، يا اما كنديروه في التفصيل ديال التقديم كنزينوه كنقبوه مزيان وكنزينوه باللوز صاين وكنغربلو عليه السكر كلاصي، يا اما كنديروه في المول ديال السيليكون. أيه. على حسب دوك الوريدات، وكنديروه في المجمد وكنديروه في بواطه، وكان وقت اللي بغيناه كنجبدوه، يا اما كنديروه في واحد الرخامه ولا بلاطو كنقطعوه بالمريشمات على حسب اللي بغات السيده. يا اما بغات تخليه غير هكاك في الصيله ديالو ولا في البواطه ديالو، راه وقت اللي بغات راه كتجبد منه. كنتمنى السيدات يجربوا هذا السلو راه كيجي رائع ان شاء الله. الله يعطيك الصحه. تبارك الله عليك الامينه، شكرا لك بزاف على هذا الاقتراح ديال السلو بطريقه ديالك، واكيد المستمعات ان شاء الله يسجلوا معنا المقادير.